التقى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفه رئيس الحرس الوطني الذي يزور باكستان حاليا مع قائد الجيش الباكستاني الفريق اول ركن قمر جاويد باجوا في مكتبه بمقر القياده العامه للجيش الباكستاني في مدينه روالبندي وقد رحب قائد الجيش الباكستاني بزياره سموه الى باكستان مشيدا بعمق علاقات الصداقه القائمه بين مملكه البحرين وباكستان وما وصلت اليه هذه العلاقات الوثيقه من نمو من نماء وتطور في مختلف المجالات مؤكدا حرص جمهورية باكستان الإسلامية على دعم وتعزيز هذه العلاقات لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين من جانبه عرب سمو رئيس الحرس الوطني عن شكره وتقديره لقائد الجيش الباكستاني على ما يبديه من حرص واهتمام لترسيخ افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدا تطلع مملكه البحرين الى دعم هذا التعاون تحقيقا للمصالح المشتركه، مشيدا بما حققته القوات المسلحه الباكستانيه من تقدم وتطور عسكري في مختلف المجالات، متمنيا لجمهوريه باكستان الاسلاميه دوام التقدم والازدهار. وتطرق اللقاء ايضا الى التعاون العسكري القائم بين مملكه البحرين وجمهوريه باكستان الاسلاميه في كافه المجالات حضر الاجتماع السفير محمد ابراهيم محمد سفير مملكه البحرين لدى جمهوريه باكستان الاسلاميه